انزلها لك. ده انا اديله عمري. انا مش عايز عمرك. ايه؟ انا عايز منك وعد بان الكلام اللي هقوله مش هيطلع بره. اوعدك. انا هقول لك كلام غايه في السريه وغايه في الاهميه. والله. انا هديك عصاره خبره 12 سنه بزل في ستات. انت زليت ستات قبل كده؟ كل اللي يجي على بالك، البيضه والحمراء والسمراء والشقره والهاتشباك وكل حاجه في الدنيا. طب خليت هتدخل عليا؟ انصحني. هو الكلام لو طلع بره والله ما اعتقد. لا اذبحني. مش هيكفيني فيك عيلتي. موتني، اعمل اللي انت عايزه. صح يا خالد، ازلها ازاي؟ بص يا ابن عمي. ايوه. الموضوع ابسط من ببساطه. كويس. الست؟ اه. ما هي الا الست؟ واقسم بالله لو حرف طلع بره اذبحك. اي حمار يفهم اللي انا قلت. واضحه زيش. الست ما هي الا الست. فنط الرغي اللي احنا رغيناه ده مع نفسك. لو سمحت. ايه؟ تعالى مش هضيع وقتك. انا يصعب عليا منك قوي كده. ليه يا حبيبي؟ في ايه؟ ليه بتعاملني على اني ذكي؟ ليه كده يا خالد؟ انت غبي ولا ايه؟ غبي يا خالد، بس فسر الكلام. مش عادي الكلام تاني. اتفضل. اخر مره. اخر مره بس فسر. ازلها ازاي؟ بص يا ابن عمي. الست ما هي الا الست، وشرف امي نفس يخرج اسحلك. واضحه بقى زي الشمس. الست ما هي الا الست. اتفقنا؟ يعني انت عايز تفهمني ان الست الست وحرف يطلع بره حدايقك. عندك حق. الست الست وكلمة تخرج هتبحك. طب يا خالد أنا فاهم الست الأولانية والست الأخرانية، دي اللي مش عارفها. بلاش غباوة. طب أعمل إيه؟ اللي مش عارفه هفهمهولك، بس حط لي تحتيه خط عشان. يا بني آدم. الست تزلها الست. يعني إيه؟ الست تجيب مناخيرها أرض الست. إزاي؟ اتجوز عليها واحدة ست. اتجوز عليها؟ دور على واحدة بمواصفات فتاة أحلامك واتجوزها تريحك. أنا نفسي أتجوز عليها يا خالد. طيب. بس بصراحة أنا نفسي في ست تبقى ست بجد. انسى انسى، ما عادش فيه اللي موجود، كله تجميع، الوكالة وبورسعيد. أنت بتتكلم جد؟ يا خالد نفسي في ست تبقى ست عاطفية. آخرهم مواليد 72 واتجوزوا كلهم، ما تدورش مش هتلاقي. نفسي في ست تبقى ست رومانسية. راحوا 67 الله يرحمهم. تعرف الست يعني لو على الاقل على الاقل يعني تبقى ست رفهيفه. تبقى ايه يا باشمهندس؟ ست رفهيفه. وما هي الست الرفهيفه؟ انت ما بتعرفش الستات الرفففين؟ ولا عمرهم عدوا عليا. انت ما عشتش حياتك. قول لي اللي عشت. الست الرفففيه اللي هي تلاقيها يا خالد دي اباجوره، مش واحده ست دي. يخرب بيت، انت عايز الشكل؟ اه سهلة، هتلاقيها ماشية عاملة كده. ايه دول؟ الرفة هيفة. ايه دول؟ دول؟ اه رفارف. وظيفتهم ايه؟ تمشي ترفرف عليك يا خالد. انت عارف انا انت مشكلتك ايه؟ ايه؟ انت مريض، عندك نقص حنان، خلي مراتك تدلعك. ايه؟ قلت ايه؟ مراتك تدلعك. ايه؟ اوعى تقول كده تاني. انا اسف. انت فكرك دلع حاجة دلع. امال ايه يا عم؟ ده شروع في قتل. يا نهار اسود ومنيل. تعالى احكي لك. احكي لي. مش كل الرجاله بتدلع يوم الخميس؟ اه. هي ما عندهاش خميس. ما عندهاش خميس ازاي يا بني ادم؟ عامله عمليه فتح الاربع على الجمعه يا خالد. قول الله يا رب. اكبر ليله اتدلع في حياه اي راجل ايه؟ مش ليله الدخله؟ احكي لي. قالوا لي ادخل واذبح لها القطه عشان تترعب. جيت دخلت خالد وجبت معايا قطه وقعدت وذبحت القطه. اترعبت؟ لا قعدت. وبعدين؟ كلت القطه يا خالد. ست باشا بعيد عنك. انت متجوز كلبه بلدي ولا ايه؟ ما انا عايز افهم يعني. خدوني منها كده يا راجل. ده معقوله ده؟ ده مش عارف ايه الصوت ده. انا يعني ده حاجه غريبه. ايه الصوت العجيب ده؟ انا في انتظارك مليت. دي مسخره ولا ايه؟ ده عيب قوي اللي بيحصل ده. ايه ده؟ يفضحكوا يفضحكوا. انت لازم تعزله من هنا دلوقتي اهو. ليه؟ في ايه؟ بنت عمكم مريم هانم. مالها؟ الهانم راجعة سكرانة، وكل ما نيجي نسندها تتنيل تقع. يا نهار عار. يا ريت على كده وبس. يا عار تاني. دي جرة وراها 50 شاب ما فهمش واحد اقرا. يا نهار اسود. يا جماعة ايه الحلاوة والطعم؟ يا جميل يا جميل.
انتظارك. تبقى دي غباوه كده. اسمها انا في انتظارك. في انتظارك يا ماما عشان ما نبهدلكيش معانا. اوعى تبوظ الفن. الا ليه انا من انتظارك ملي. لا ما بدهاش بقى العقاب. في انتظارك. في انتظارك. في انتظارك. في انتظارك. في انتظارك. ممكن ادوق من طبقك؟ اتفضل. في انتظارك. ممكن اتفضل. في انتظارك. لا هنا احلى. انا عندي ناقص ملح. يبقى في انتظارك. في انتظارك. انا في من انتظارك مليت ناري في ضلوعي وحطيت حطيت حطيت. وانا مش عرفني حطيتي ايه السعاده انت؟ مش عرفني انا. حطيت ايدي على 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 انت يا فجره. على اي حته وعديت. الحمد لله سلمنا البنت. على اي حته عادي بقى. اتكلم جد. على اي حته؟ عادي عادي. الحمد لله. تشكر. يا ريتني يا عمري ما شميت. احلى حاجه فيكي حفظك للكلمات بصراحه يعني. لا ما شاء الله البنت بتسمع. بتفكرني بزمن الفن العظيم. ما شاء الله. تعرف يا خالد؟ بترجعني لايام زمان. زمان ايام الناس اللي كانت بتكتب وتقول. فاكر يا ياسين؟ ايه فاكر ايام احمد رامي يا رياض السنباطي كوفي عنان. البلد مش هتجيب رقاق زيك يا كوفي. الله مسيه بالخير. لا يا كوفي ده ما يتعوضش يا خالد. الله مسيه بالخير بقى. ولا ام كلثوم كبرياء العزه كرامه الشموخ. فاكر رياض كانت تضرب المنديل من دول تقف على المسرح وفي شموخ تقول على دول يما يما على دول. ايام فين ايام ست الكل؟ زمان. بتغني لمين يا بنت عمي؟ فارس احلامي اللي هيخطفني على الحمار الابيض. ايه ده ايه ده؟ انت سكرانه؟ انا سكرانه؟ امال بتتطوحي كده ليه انت؟ مش شم. انت بشم هيروين؟ لا 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 بشم بنزين. 80 ولا 90 يا فجره؟ 90. نضيف زي القشطه. اضربي اس كلها يا بنت ليلى. خالد. نعم. انت بشم بنزين؟ اه. خليها تفول بعيد ما تفولش في وشي. ده احدث كيف يا اهل الدماغ ومس ان هو رخيص ومتوفر. انا اروح محطه البنزين وادي مناخيري للراجل واقول له فول 90 يوم دابب الخرطوم في مناخيري واسحب. انا بقى اروح الاس اول ما يشوفوني داخله بتطوح امسك يالا شمامه هروين خارجه على القانون ياخدوا عينه من دمي ما يلاقوش فيها هروين اخرج وحدفهم بالطوب. صلاه النبي بتحدف الحكومه بالطوب. دي عار في العيله. ليه؟ بتقول لك بتعمل دماغ بالبنزين. دي مصيبه سودا. قال يعني البنزين بيعمل الدماغ اللي على حق. هو في حاجه تانية؟ فين يا ده قام الدماغ اللي على حق؟ إيه؟ فاكر ايام زمان؟ إيه؟ مش عارفه مصلحتها فين واحنا في سنك يا قطه كنا بنضرب زبل حمام الغيظ الصح 35 شاب تحت الغية ويا زبد الحمام يا مطلع عليه ريش زمان. ايه ده؟ مالك يا اس؟ انا مش برتاح لكم. ليه؟ انت بنزين وهو زبل حمام. ده انتوا عيله زباله بصراحه. جاتكم القرف. احكي لي فرحيني يا خلف الحبايب. لما التانك يفضى ومؤشر دماغ يجي على الزيرو تجري على محطه البنزين تفولي 90. لا اجري على بتاع البويات. وبتعملي ايه عند بتاع البويات؟ اشم كله. كله؟ كله يا بنت الملزقه؟ تعمل ايه كله دي؟ دماغ عاليه قوي واذا ما لقيتش كله شم غيرها. غيرها؟ واجري على الاس امسك يالا شمامه هروين خارجه على القانون ياخدوا عينه من دمي ما يلاقوش فيها هروين عشان خاطر يضطروا يدخلوا البنزين وكله في المخدرات وابتدوا يقبضوا على اللي بيشموه. الحمد لله قفلوا عليكي كل حاجه. تعملي دماغ بايه تاني؟ بالكريم. كريم ايه؟ الكريم بتاع البشره. هو ده يعمل ايه ده؟ دماغ عاليه قوي. دماغ عالية؟ ده انا على كده واكل مصر يا بنت. ومس ان هو في نفس الوقت ملين. يا مسهل. النهارده الصبح شريت علبة كريم وقمت حطاها في نص رغيف واكلاها. سندوتش كريم؟ وطلعت على الاسم وانا فلة. أول ما شافوني داخلة بتطوح قالوا لي بس حطينا كولا والبنزين في المخدرات. قبض عليا وخدوا عينة من دمي مالوش فيها ولا بنزين ولا كولا. لقوا كريم؟ لا لسه ما اكتشفوهوش. طب وفريد اكتشفوه؟ هتلاقي ألف حاجة وحاجة تعمل بيها دماغ، صراصير، نمل. هو أنت بتعملي كده ليه؟ بكيف نفسي. يعني إيه بتكيفي نفسك؟ يعني بروق العمة. إيه؟ بتروقي العمة؟ طب اندهيني يا مريم، ما أنا بروق الشقة كل يوم، يعني جت على العمة بتاعتي. يا ابني أنت عبيط. إيه؟ بسلطن لأنفخي. لا أنت اللي عبيطة. ليه؟ بتروحي الاسم ليه؟ عشان أغيظهم، بغيظ القانون وأستفزه، أنا كده، ما أحبش حاجة تقيد حركتي، أحب أعيش حرة مفلوتة ماليش كاسر. وتغيظ القانون ليه؟ القانون ده بينظم حركات الحياة يعني. حركات الحياة إيه؟ أنا حرة في الحركات اللي أعملها،
اتحرك كده اتحرك كده اتحرك. الحق يا اسم إيه؟ الكريم سيح الحركات على بعضها. يبقى ده كريم لوسي ده. يا بنت انا ما اقصدش الحركات ديت، انا اقصد ان القانون بينظم الحركات الوضعيه. اولا الدكتور اللي بينظم الحركات الوضعيه. يخرب بيتك انت عامله كده ليه؟ اسكت، مش انا النهارده الصدت زيد. طب فرحيني بقى، الصدت ايه؟ وز، بط، سمك، عصافير؟ لا لا لا، الصدت شبان. ايه؟ الصدت شبان ازاي؟ كده يا ولا كده. يا ولا كده؟ اه. انت هتموتيني. ليه؟ تعملي بيهم ايه الشبان دول؟ لا ما تكسفنيش بقى يا اسم. خد هنا انطقي، تعملي بيهم ايه؟ بعمل بيهم دماغ. بتشميهم؟ حد يشم؟ لا 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 لا، بعمل بيهم دماغ كلام. وكلام يعمل دماغ؟ اه طبعا. ازاي؟ انا بدور فيهم على فارس احلامي، انا عايز اعيش، نفسي اعمل كل اللي نفسي فيه، انا صاحي بشم كله وخيره وباكل كريم بس صاحيه النفس. بس اللي بتعمليه ده غلط. ما انا عارفه انه غلط. طب بتعمليه ليه؟ ايه اللي ادب؟ وايه لازمته يبقى شكل قليل الادب قدام الناس؟ عشان بحب الغلط. حد يحب الغلط؟ يعني هو اللي بيشرب سجاير مش عارف انها غلط؟ اه. طب واللي بيسرق مش عارف انه غلط؟ اه طبعا. طب اللي بيعتدي بقى على حريات الناس ويلجم لسانتهم ويشردهم ويطردهم من بلادهم مش غلط؟ اكبر غلط، بس انت الوحيده اللي فاكراه صح، بس هو غلط. انا اتحداك يا مريم. الغلط والصح ده وجهات نظر. يعني ايه؟ يعني مفيش حاجه صح 100% ومفيش حاجه غلط 100%. هو انتوا كلكم فاكريني ذكي قوي كده؟ ما تفسروا كلام عندك. احنا اهو كلنا ولاد عم. أه. بس كلهم ضاربين وكل تصرفاتهم غلط. أه. لكن عشان هما بقى متداريين ومن تحت لتحت باينين صح. اه. انما انا بعمل غلط لان وجهه نظرهم ببجاحه. اه. يبقى مين فينا الاقوى؟ اه ايه. خلاص سك على الموضوع. ده انت مخولتيني خالص. تلعب كوتشينه؟ نلعب ما ورناش حاجه. تلعب 31 ولا شلح؟ ايه؟ تلعب 31 ولا شلح؟ لا شلح. طب يلا. ايه؟ هو انت ما تقوليش لا ابدا. لا لا، هو في ايه؟ احنا هنا في الصاله. انا بهزر معاك، هنلعب الثلاث ورقات. طلع البت يا اسم. البت ديت؟ لا استنى، علق الاول. علق ايه يا حسره؟ ده انا ما معيش تعريفه. ليه والساعه اللي في ايدك دي؟ لا. ايه الا الساعه؟ ليه ده انا معلم بيها ايدي الشمال؟ لا بتلخبط بينهم يا مريم. ايه ده؟ ايه ده؟ لا معلش معلش، يلا نلعب بقى. نلعب حاجه محترمه. ما دي محترمه يعني تاخدي حاجات تقولي لي محترمه. تعالي بس. ايه اقول لك؟ ايه تيجي نلعب فوازير؟ ماشي. طب تعالي هقول لك فزوره. قولي لي. ها. اسم دوله اوروبيه. اه. لو حطيتي على اخرها نقطه تبقى اسم عالم ذره. ايه؟ لا غلب حماري يا بنت. فكري كويس، اسم دوله اوروبيه لو حطيت عليها نقطه تبقى اسم عالم ذره. غلب حماري. قطر لو حطيت عليها نقطه هتبقى قطز. 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 هو قطز اسم عالم ذره؟ يعني هي قطر دوله اوروبيه. نلعب بقى شويه. يلا بينا نلعب. يلا هوب. لا لا لا. يلا بينا نلعب. يلا هوب. 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 بقول لك ايه؟ تخلف. بقول لك ايه؟ ايه رايك في هبلي؟ شفتي اهبل مني؟ لا طبعا ما شفتش. لعلمك يا مريم انا عمري ما جبت السيره لحد اني اهبل. ليه يا اسم؟ تواضع. تواضع ايه يا ابني؟ صدقيني ولا باين هبلي قدام حد، اتعامل على اني انسان عادي جدا، قمه التواضع. طب انا مش عايزه العب اللعبه دي تاني. ليه؟ ليه ازاي مش عايزه العبها؟ ممكن اقول لك فزوره؟ اه لا تحت امرك. عادي وديع. طيب بص. عندنا حمار وأرنب وماعز محبوسين في أوضة، يخرجوا منها إزاي؟ ده سؤال صعب. حمار وأرنب وماعز محبوسين في أوضة؟ آه. مريم. ها. الأوضة ديت ليها باب؟ آه ليها باب. يبقى سؤال صعب. طب الباب ده مفتوح؟ آه مفتوح. ده صعب جدا كده. طب أنا رأيي يخرجوا من الباب عادي. ما هو ده بالظبط كان رأي الحمار. حلوة قوي. انا بيتك خمتيني. يلا نلعب بقى شويه. نلعب ايه؟ يلا بينا نلعب. يلا يلا بينا نلعب. يلا هوب. يلا بينا نلعب. يلا هوب. التخلف ده.
رأيك في عبطي؟ هاي شفتي أعبط مني؟ لا طبعا، هتشوف فين. طب والله يا مريم ما جبتي سيرة لحد إن عبيط. أيوة مفهوم يا اسم، تواضع منك. لا بخاف من الحسد. حسد إيه؟ ده لو حد عرف إن عبيط أمسك الخشب على طول. تعالي. لا أنا مش عايز ألعب. ليه؟ ليه إزاي؟ مش عايز ألعب. ليه إيه اللي ضرب؟ بقول لك إيه؟ كرسي في وشك. تعالي بس. مش عايز ألعب. يا بنت تعالي نلعب شوية. لا. طب مش عايزه لعب؟ اه. عايزه ايه طيب؟ مش عارفه، انا مش عايزه، انا عايزه امشي. يخص عليك يا مريم، يخص عليك. عليكي لا. لا يخص عليكي لا. يخص عليكي ازاي؟ لا يخص 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 عليكي فعلا. لا ما بحبش كده، تمشي ازاي؟ معلش. طب نلعب فوازير، بلاش لعب. طيب قول. تعالي. طيب قول. تعالي طيب. ايه مريم؟ ايه؟ لا فكي نفسك. ما انا فك. ايه مريم؟ ايه؟ عصبيه انت خالص. لا خليكي يعني عادي. حاضر. لا فكي فكي يعني خليكي سير لك يعني ما تبقيش ايه افتكرت اديك شفت الهبل وشفت العبط اوريك التخلف لا لا خسارة التخلف كويس لا 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 والله لا هتندمي لا دي فرصة لا راسك هتبقى تحت ورجليكي فوق والله هتندمي استغلي فرصة ان انا منفعل مالك؟ قرف انا قرف ده انت كلك قرف ازاي جه منين القرف؟ منين؟ طب تعالي خلاص نأجل التخلف يا ستي بلاش تخلف انا مش عايز ازعلك والله طيب تعالي اقول لك فزوره طيب طب اقعدي حاضر سيب ايدي طب اقعدي ما انا هقعد طب اقعدي هقعدش ازاي وانت ماسك ايدي سيبني لا ما سيبكيش ليه؟ شكلك هيفلت لا مش هفلت لا ما بحبش اللي يفلت مني بقولك ايه؟ اقعدشي انت جايب ايه ديناصورني بس معايا سيبني يا مريم اقعدشي يا ابني هعصبني بقى ابوس ايدك طب اسيبك وما تفلتيش مش هفلت وعد وعد طيب ايه؟ هو انا فرخه بتحلق عليا كده ليه؟ ما تحلقش عليا خلاص اقعدشي اهو اهو بيتك 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 اقول لك فزوره بقى اتفضل بقول لك ايه لو عندك شويه نمل في الشقه تموتيهم ازاي ارش يخرب بيتك ده انت مقرفه قوي مره من نفسنا ده انت حرينا ما بيموتش بالرش اتفضل اقول لك انا تجيبي شويه سكر وشويه نشوق وعشر بلاطات رخام النمل هيجي عند السكر عشان ياكله هيشم النشوق هيعطس هيخبط راسه في الرخام هيموت على طول حلوه حلوه بس انا مش عايزه العب معاك تاني ليه ليه ايه ابعد تعالي هنا ما تفلتيش يا هبله يا اولاد عمي يا اولاد عمي يا رمم فينكم يا شحاتين محدش بيرد عليا ليه الو 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 ايوه مين معايا الو ايوه الو ايوه الو 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 يبقى الشبكه وقعت تاني مين معايا يا هند سامعاني كده مين مين انا الوكيل يا هند اهلا ازيك يا وكيل انت ايه حكايتك يا هند كل ما اطلبك تقولي لي بره الخدمه بره الخدمه انت طلعتي على المعاش وحشتني وحشني خفة دمك انت فين؟ قولي لي في حد من ديانا سأل عليا؟ لا ما حدش سأل عليك ولا واقفين لي تحت البيت؟ انا جاي من بره ما فيش حد ما انت مدهوله وممكن تسوحيني انا هتصرف واجي طب يلا تعالى بسرعه عايزاك يا ولاد عمي يا رمم يا شحاتين بليز تعالوا انتوا فين؟ اهبل وسهلا اهبل وعظيم الاثنين ميرسي يا هند ميرسي فين مريم هانم؟ ازيك يا هند؟ ازيك يا حبيبتي؟ خالد بيه مساء الخير مدام كرات الدم الحمراء اهلا وسهلا تعالى اما احكي لكم مورينا مش انا انتهزت فرصه ان النهارده الحد أي. قلت اروح سوق الخميس اللي بيفتح يوم الجمعه يمهل ولا يهمل اللي بيبيع الخرده انا بموت في شراء الخرده انا ناوي ادخل موسوعه جانس هي كل شويه تقول لك عايزه تدخل الموسوعه لو دخلتها تضيق ايه هتدخلها في التخلف العقلي ان شاء الله ترى يا ولاد عمي يا شحاتين اتفرجوا واحكموا وريه. يا فتحي يا عيد تعال افرجهم وغيظهم العيال دول وريهم يا ابني
الجدع يقول لي ده ايه؟ ايه ده؟ اول كرسي اعدام في التاريخ. نهار اسود وبيشتغل ده هند؟ جربته قبل ما اجي، عدمت صاحب المحل. هند هند ايه؟ ممكن اقعد ست السيد عليه مرة؟ من عينيا ده انت تؤمر. كتر خيرك يا هند، جايبة الخردة دي 50,000 جنيه بس. يخرب بيتك فلوسي وانا حرة فيها. احنا معناش جنيه واحد، احنا ولاد عم. انا خدت منكم حاجة اتفرجوا على التحفة التانية، هتقولوا ايه؟ تعالى يا فتحي اتحرك وغزوا. الله اكبر الله اكبر، دفعت فيها كل فلوسي. ايه دي؟ الجدع يقول لي دي ايه؟ دي ترومبة بنزين؟ غلط، قول يا خالد. مكعب مرق الدجاج ماجي بس كبير شوية ممكن. يا ريتني ما سألتك، اسأل النصح بتاع البيت. قول يا قاسم دي ايه؟ انا؟ دي ايه؟ عرفتها؟ دي ميدالية. يا ريتني ما سألتك، دي ميدالية؟ امال دي ايه؟ دي كاميرا. محدش هيصدقك. امال مصدق انها ميدالية؟ طبعا، دي اول كاميرا في التاريخ. يا سلام، بتطلع الصور ابيض واسود. يا نهار اسود، صورنا صورت قلت لك بنص مليون جنيه. بنص مليون جنيه دفعت فيها كل فلوس. انا جبت لك خردة احسن. بجد؟ والله خردة هتعجبك قوي. بس انا اللي بعرف فيها بجد، بفهم في المقتنيات يا ابني. طيب اتفضل. يا ترى قولي دي ايه؟ دي ولاعة. ذكية ذكية. يا سلام. والولاعة بتعمل ايه؟ بتولع. برافو عليكي، اهي دي بقى ما بتولعش. شفت القيمة الغذائية؟ يعني ليه اللي ما بتولعش دي؟ والخيسة هند بكام؟ بنص مليون. ما سمعتش. طب بنص جنيه. بتقلصوا على المقتنيات؟ المقتنيات دي كنوز لا تقدر بمال. بكرة لما ادخل موسوعة جانس خد السنوية بقى وتعالي كلميني. وابقى اول خردة جاية وشك في الحيط وافاكلية. جرى يا ولاد عمي يا شحاتين، متغازين عشان انا معايا فلوس. جت كنيلة على ولاد عمي. مش بتوعك؟ لا والله انا ما اشتريت حاجه. انتوا كنتوا لوحديكوا كده؟ فين الصناديق؟ فين؟ ايه بص وراك. ابص ورايا ليه؟ بص بس عشان تزوغ يا جبان. بجد بص 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 كده. اللهم احفظنا اللهم احفظنا من كل سوء. خالد مين دول؟ دول الموت علينا حق يا خلاص. خالد بص كويس. شفتهم؟ ايه؟ 7 مسلحين. 7 ازاي تبص في نظرك؟ 3 فرط و4 في بنطلون واحد ورا. خالد دول مسلحين. دول عايزين وحش. استنى ما تتهورش. بيتنا مش مشاعر. انت معكش سلاح. سيبني. اسمعني. سيبني. اسمعي، دول مقتحمين البيت. بيتنا مش جنينة. ايوه. بيتنا مش كازينو. افهمني. سيبني. خالد. سيبني يا جمال. بلاش يا خالد. سبتني؟ اه. يا واطي. والله هو خلاص اتورطنا. اوعى. يا ابني بلاش. كنت فاكرك انا هون عليا لما 4 شباب زي الورد يروحوا في بنية. في بنية؟ سياو قلة أدب. هدمرك. ها؟ سؤال وتجيب من احسن احسن. سؤال وتجيب من الاخر. مين النادي اللي واقف هناك ده؟ انت اللي مين؟ استر يا رب. خالد انت اسود. انت اللي مين؟ خالد خالد خدمته. خالد يا جماعه حضراتكم اللي مين؟ ايوه انتوا مين؟ دول ديانا يا فندم. وانت هنا جايين عندنا يضربونا ليه؟ وهو الوكيل ابن عمكم بدلهم. احنا مالنا ومال الوكيل؟ الوكيل مش موجود. اطلعوا بره. يلا بره. طيب يا هند. وكانوا عايزين يوقعوني في الكلام ويعرفوا الوكيل هيجي امتى. عملت ايه يا ولد؟ ما رضيتش اقول لهم غير لما خدت 20 جنيه. انت مفصول مرتين. ومصممين يقابلوا الوكيل ويا الدبح يا القتل. الوكيل هيتقتل وارتاح منه اخيرا. انت ما عندكش دم. لا ده بدل ما تساعده تسدد ديونه هيتحرق. ده ديونه كتير قوي. انا شخصيا غلبانه ومعيش فلوس. مين سمعك؟ لا مش مين سمعك. ادي الوكيل فلوس يعني. هو انا معايا فلوس؟ ده انت على قد كده. بقول لك ايه؟ تيريرين تيريرين. موبايلي فين؟ ايه ده؟ تيريرين تيريرين. ايه ده؟ موبايلي موبايلي. تيريرين تيريرين. بقول لك ايه؟ بقول لك ايه؟ نعم. هو الجرس بقى في بوقك؟ اسكت اسكت. خدمه جديده دي مثلا؟ والفاتوره تجيلها فين؟ في ودنها. استنوا. الو الو. ايوه انا هند. ايه خسرت كل فلوسي يا حبيبتي؟ صورت هند. بقول لك ايه؟ الوكيل اقتصاده بايظ. انت الوحيده يا اصحابي البيت. معاك فلوس يا اصحابي البيت. يا اصحابي البيت. اي 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 اي. مين الوليه اللي بتحزق دي؟ ده ازماجد صاحبتك. شوفوها بسرعه اتحركوا. يلا. الله، دي واحدة ست حلوة قوي. خليها تتفضل. عايزة ايه يا ست؟ ممكن يا حلو يا اسمر يا ابو باروكة سيراميك انت ممكن ادخل الحمام عندكم لحظة؟ طبعا ممكن. ماشي. مش عشان نستاذن اصحاب الاصل. بقولك الحمام وانا في الشارع ظروفي وحشة.
ستة. ما شاء الله مظهره قوي ما شاء الله. ايه اللي دخل علينا ده؟ باين ست. لا ما تقوليش دي ست. لا 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 دي 16. وايه اللي لابسها في رجلها ده؟ سمكة؟ سمكة تحفة الست دي. يا ربي ايه دول؟ ستات ولا الكنبة طلع لها دمامل؟ نعم 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 نعم، انت اللي بتقلسي؟ او النبي ستات. اه طبعا. اهي دي ست ودي وقعت منها. وقعت مني ازاي؟ والله وقعت غصب عنك، انت مش واخدة بالك، اتعورت دم فوق ودم تحت وكدمة زرقاء في النص. يا ست دي؟ اه والله. انت عايزة ايه يا ست انت؟ بس الحمد لله ان الشقة دي طلعت شقة الستات. آه. كنت خايفة موت تطلع شقة الطلبة. لا مش طلبة، ستات. عايزة ايه بقى؟ هقول لك كل حاجة. انت ليه عصبية؟ اتفضلي قولي. انا اصل العجلة بتاعت عربيتي نامت قدام البيت بتاعكم. آه. السواق وهو بيغيرها العجلة التانية الأخرى نامت. آه. اصلهم كانوا سهرانين للصبح. هما مين؟ العجلتين يا عينيا. عجلتين سهرانين؟ اه. فقلت بعد اذنك يعني ادخل الحمام عندكم اخد الدواء الفوار بتاعي وامشي. ممكن؟ ممكن. حمام فين؟ قدامك اهو. بس بسرعه. ميرسي. ايه ده؟ نعم. ايه ده؟ عايزه ايه؟ انتوا عندكم اربع حمامات؟ ليه؟ خلاص اخش ابو بانيو. بانيو ايه؟ ايه ده؟ الست دي يا نهار اسود، ده الشطافه بتاعته طويله. ايه ده؟ ايه؟ لا 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 ما يصحش. ايه ده؟ ايه ده يا رشاش؟ اه. بوليس، انتوا بتحاصرين يا عيني. اسكتي. اتنين امناء شرطه وظابط وبوكس. يا دنيا. لا مشيني من هنا يا مدام. يا ريتي من انا إيه؟ ست وحدانيه اخاف على نفسي من الفتنه. انت فتنه؟ اه اخاف على نفسي، ما اقدرش اقف وسط الرجاله دي لوحدي. تخافي على نفسك من ايه يا زحلفه انت؟ خاف على نفسي من الفتنة يا خنفسة انت. على اساس ايه؟ على اساس ان انا انثى متفجرة الانوثة. في مستندات بالكلام ده؟ يا ربي وانا همشي بالشهادات معايا ومع ذلك البطاقة اهي النوع انثى. ايه؟ انثى ولا اديدس؟ بتفرق حرفين يا. لا ده انت قليل الادب وانا مش واخدة بالي. انا قليل الادب؟ طبعا قليل الادب. انا لما تهزقني في بيك وتبقى قليل الادب. ايوه. ايه ده؟ ايه ده؟ هتمد ايدك على واحدة ست؟ انت مش متربي. والله انت ما تربيت ولا اهلك ربوك ولا اهلك ربوك. ولادك دول يا حاجة؟ نعم. هو انتوا تخلفوا وترموا في الشارع يبهدلوا بنات الناس؟ انت بنات الناس انت؟ ما البنات افكارك. انت كلام الناس الله يطلعك بره. احترم نفسك يا حسن. بره. احترم نفسك. خلاص يا خالد. ايه ده؟ امسكي يا وليه. ايه والنبي لا اله الا الله. اخلعي مالطة عشان نشوف التاريخ. اخلعي. تاريخ ايه؟ تتلاقي في مقابر اثرية وحفريات محدش يعرف عنها حاجة. بعينك تشوف مقبرة واحدة بعينك. بعينك. على مر مش هرد عليك. هو دايما كده الشجرة المثمرة اللي زي العيال اللي في سنك يحدفوها بالتيوب. انت مثمرة يا نص نقل مقلوبة انت؟ مثمرة غصب عنك تحب تشوف؟ اثبتي. تعالى يا واد انت تعالى. ده عيل طايش. تعال. تعال. سمرة دي ولا مش سمرة؟ وعلى حيني فجأة. سبحان الله يا خالق، الزهرة في حضن الجبل من جوه. زهرت وانا مديك صبار. ده تفاح، ده ما بيشوفش يا اختي. الولية دي ما بيش. ما فيش حاجة؟ الله يسهل لك يا حبيبي. أي حاجة لو سمحت. الله يسهل لك، ما جيتش قبل ما أقفل ليه؟ سمر. الله يسهل لك. خلاص سمر. ايه؟ خليك انت للمحصول الجاي. خلاص محصول ايه يا ست انت؟ لو سمحت سمرة. ما خلاص انا قفلت، ما ينفعش. طب اشمعنى هو؟ انا حرة. لا مش حرة. لا حرة. الله، قلت لك مش حرة. ايه ده؟ في ايه؟ يعني سمرتي معاه؟ تسمري معايا؟ يا لهوي. اسمر ايه؟ الله. ولا هي جت لحد عندي وما طرحتش؟ يا سلام. يا لهوي. هو ده مسؤول الري؟ ولا ايه؟ لا شغل النصب ده مش عليا. نصب؟ نصب ايه؟ هو كان دفع عربون ونصبت عليه يعني؟ نصبت عليك في ايه؟ سمره. مفيش سمره. قلت لك سمره. مفيش سمره. اقول لك ايه؟ لا خلاص اديله اديله. اديله يعني ايه؟ سمره. خلاص يا مجنون. اديله. يلا طيب حاضر. لو
كسبت عليكي حياتك. طيب خليكي مجانين يلا صمرة. طيب يا حبيبي حاضر 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 صمرة. طيب مش لسه هقطف؟ استنى هو انا يا اختي شايله صندوق ماشي افرق؟ الله صمرة. طيب ما تتبخنيش وانا على الشجره. صمرة وليا. طيب ويا ريت بلح بلح. نفسي بلح. خلاص اشوف لك في الشجره اللي جنبك. اقول لك خد تقاوي ازرعها زي ما انت عايز. خلاص ايه؟ طيب صمرة سند معلش اسف. خد الشجرة بحالها يا اخويا. خد الشجرة بحالها. طيب حاضر. يلا يا ولية حاضر. يلا خلصينا. مش بدور على فرع طارح يا اختي. يلا حاضر. سمرة ايه ده؟ شفت نتيجة الاستعجال؟ لو سبتني انا اقيلك كنت حفرز واطلع. شفت؟ خد. لا طبعا دي خضرة. حطها في صدرك يومين تحمر. اتلمي يا ولية عيب كده عندنا شبان. ما فين الشبان دول يا؟ يعني انت اللي ست قوي؟ ست الستات غصب عني. يا سلام. اي ده انت اللي زيك ماتوا من زمان خلاص. ما انا مت مرتين بس بجدد يعني. اي ايه مالك موتورك فوت ولا ايه؟ لا يا اختي لو فوت طلعت دخان اسود وانا ماشي. ده هم شوية حشاشة في العظام وبتعالج. خد ايدي. اوعى يا متوحش انت اوعى يا تكميلة معقد. ايه تعال يا حلو انت. انا حلو؟ ما شاء الله عليك طالع ما حدش بيقولك رايح فين. الكلام ده ليا؟ انا اصلا احب الطول قوي. يا اختي يحش عليك وعلى جمالك انت. ده انت حلوة قوي. اصل الطول بيبقى هنا. يخشى عليكي وعلى طعمتك. طعمة طعمة بس باينه في حالتك انت خيبة. بقول لك ايه؟ ايه؟ تعرف تطير؟ يعني ايه؟ خدني وطير زي العصافير. ايه يعني اعمل ايه؟ يعني يا 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 كوكو جامبو يا 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 كوكو جامبو يا 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 يلا بينا يلا هوب يا اسمك ايه؟ ده انتي سكر. الله يسكر اهلك واحد واحد. تعال. الحمد لله قدر ولطف. الحمد لله. سيب الحلقه يا اخويا. اسف. ايه النيله دي؟ ايه التقريبه اللي مالهاش لازمه دي؟ الحمد لله. يا واعية. ايه؟ ندردش بقى شويه. نقول كلمتين كده. انت مالك في ايه؟ يعني نعرف ايه النظام برضه. نظام ايه؟ يعني نتعرف. يعني ايه في ايه؟ يعني ايه؟ طب ايه انت ايه؟ يعني فنادق ولا طرب ولا ايه نظامك برضه؟ بقول لك ايه؟ كلميني انا. كلميني لو انت شكل الحانوتية. كلميني شوية عن نفسك. هقول لك ايه؟ يعني انت مخطوبة ولا متراقبة ولا ايه؟ لا انا ممكن اهزاك احترم نفسك. ليه بس؟ لا ما احبش كده. احنا بندردش. ما احبش كده. طب بقول لك ايه؟ مخطوبه؟ لا. متجوزه؟ لا. امال انت ايه؟ انا مصاحبه. والله يعني ممكن تصاحبيني؟ ايه يخرب بيت العنف اللي انت فيه. انا عملت عنف؟ ايوه. ما بتعرفش تتعامل مع ستات ابدا. ليه؟ انا عندي لومباجو. عندك ايه؟ لومباجو. طب ما انا عندي تيوتا ما اشتكتش. يعني تيوتا ايه؟ لومباجو. لومباجو ده ايه؟ ده غير عرق النسا. انت اللي زيك يا مدام ما يقولوش عرق نسا. استحاله يجي له كبل نسا.
جنزير نسا، اي زباله في الكون غير عرق النسا. دفع اصلي وشك، الدكتور قال لي هي فتله نسا، اخدها لك بالمرقات. قلت له سيبها تاخدي العين. يعني بسم الله ما شاء الله، عندي ديسك ولومباج وعرق نسا، وان شاء الله في 1/9 هيجيني الروماتيزم. رقصه دي يا مدام ولا ايه؟ انت فرحانه؟ فرحانه. احب الروماتيزم قوي. يا سلام. قولي لي اسمك ايه؟ عبد الحفيظ. وبيدلعوني بزغزة تيكاوي. اشمعنى تيكاوي؟ اي صفارة انزل على طول. ايوه جاي. ايه في ايه؟ بقولك ايه؟ نعم. انت اسمك ايه؟ عبد الحفيظ. وانت اسمك ايه؟ اسمي قاسم. عاشت لساني. بس انت عنيف قوي يا قاسم. ليه؟ اه والله. هذا اللي بدلعك. الله يخليك. بقولك ايه يا زوز؟ نعم. انا نفسي ازورك، اجيلك، اكلمك في التليفون، اي حاجه. ده الكارت بتاعي. في اسم ورقم تليفوني وعنوان البيت. ميرسي قوي، هجيلك. يا ريت تديني زمايلك في المدرسه. المدرسه؟ انا دلوقتي في الجيش يا زازا. اديني الجيش كله. يا خرابي على ستين. بس ابعتهم لي دفعه دفعه. يا ولية. بقول لك ابعت المدفعيه الاول. في يا ولية. بعديهم على طول الفرسان. ايه ده؟ قاسم. نعم. بلاش بتوع المشاة. ليه؟ بيبقوا تعبانين من المشي. قاسم. نعم. بلاش كمان بتوع الحرب الالكترونيه. مالها؟ هيشوشروا يا اخوي على سمعتي. العسل العسل. ايه؟ يخرب بيت العنف اللي انت فيه. يا ولية انا عملت عنف. والله انت عنيف قوي، طبقت المقصات. ولذلك يا مريم من هنا ورايحه بحريصه قوي في الملفات. انت اسمك مريم؟ اي. عاشت لسامي يا مريم. انا عندي بنت شبك بس مش عايشه معايا، عايشه في الحبشه. ليه بتشتغل هناك يعني؟ لا فاشر، دي في سجن النساء بتاع الحبشه. بصي انا دلوقتي داخله على ملف اهو. بصي. ايه ده؟ ايه يا وليه الخلاعه اللي انت فيها دي؟ دي مش خلاعه يا عينيا. امال ده ايه؟ ده فجر. يا حسني مره واحده؟ يعني بسم الله ما شاء الله، فجر وديسك ولومباج وعرق نساء. وان شاء الله في 1/10 هيجيني التهاب المفاصل. وليه القصر العيني؟ انت بتبشري على نفسك ليه؟ ده انا حاجزه ودافع عربون لالتهاب المفاصل. هيجيبهولي من لندن. اشمعنى؟ بيقولوا بتاع لندن حلو قوي يا قاسم، يخلي الواحده مننا تطرقع وهي اشيكا شيكا شيكا شيكا. ممكن تطرقعي بعيد عندنا؟ يلا مع السلامه. يلا يلا امشي امشي بقى. يا طنط مالك؟ انا طنط؟ من ساعه ما شفتيني وانت مقهوره. مفروسه مالك؟ يا الحلاوه دي بايديا، دي بتاعت ربنا يا عينيا. اصلك احلى مني. طبعا مادونا بتتحرك قدامي. مادونا؟ تعالى انا وانت نقف قدام مرايه واحده ونشوف مين اللي هيتف على نفسه الاول. تعالى. ولا انا ولا انت، المرايه هي اللي هتف. يلا هتف علينا احنا الاثنين. يلا 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 مع السلامه. باي 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 باي. وقف عندك يا عينيا. انت مالك؟ محدش هيتحرك من هنا قبل لما يجي بسلامته الوكيل. يا دي الوكيل ويسدد الدين اللي عليه ودينا فلوس. قلنا لكم مش موجود، لما يجي هنبعتها لكم. يا ريته كان هنا واتضرب بالنار وخلصنا منه. انت ياد ما عندكش دم. لا ايه ده، عيب عليك، ده الكبير بتاعنا. عيب عيب عليك يا معقد. انت على فكره يا باشمهندس الوكيل ده مش نصاب. لا لا خدها مني. بتدافع عني ليه يا ماما؟ هو فيه؟ هو بس ظروف وحشه. انت تعرفيه منين؟ انت مالك اعرفه منين؟ لما كلمك تبصي لي انا. الله اكبر. انت هتعدي بره في ايه؟ اوعى حد فيكم يقرب الوكيل. الوكيل ده الكبير بتاعنا، ده السند، العون، الحماية، ده ملجأنا وقت الشدة. وإذا كانت على الديون اللي عليه دي فإحنا كلنا جزء كبير قوي منها. عندك حق يا مريم، يا ريت كان معايا فلوس يا وكيل وأنا كنت اديتك وسددت ديونك. بس للأسف أنا مستعمر. خالد أنا عايز حد يتبناني عشان ما ترميش كتير. اعمل معروف يا خالد. والله لو اتقلبت قلت له الأربعة جنيهات هصرفه. حرام عليك يا راجل، حرام عليك أنت. ده الكبير. الكبير عليك أنت. خالد يعني وكيل نيابة؟ إيه الوكيل الوكيل اللي طالعين بالسما ده؟ أنا مش فاهم يا أخي. طب ما أنا قدامك هو ما ينفعش كبير عيلة؟ لا. ما ينفعش رئيس يا مدام؟ لا. ما ينفعش زعيم يا أنسة؟ لا. ما ينفعش أي حاجة؟ ما ينفعش أضربه بالنار قدام عينيكم؟ اخرس، ما تقولش كده على الوكيل. إيه يا وكيل ساكت ليه؟ ما بتردش عليه ليه؟ كرم أخلاقي. تاريخي الطويل معاكم وتحمل مسؤوليتكم يمنعنا نرد على واد حاقد بالطريقه دي. يعني اكلت ولا نقتلك؟ اقتل. لا، شيل ايدك من على الزناد وحطها في مناخيرك يا فحل يا بعير. مريم عندها حق، وانا ساعه الجد الجد الحقيقي لازم اقف وقفه رجاله، عشان احنا طول عمرنا رجاله وبنقف وقفه رجاله. وريني وقفه الرجاله. اجري يا
الوكيل. هدفع جزء من ديون الوكيل ليه؟ عشان احنا طول عمرنا رجاله وبنقف وقفه رجاله وما لناش دعوه بالنسوان. وروني وقفه النسوان. ينيرك لسه هلم تاني. ادي شيك اهو همدهولكم لكم تروحوا تصرفوه. تروحوا تصرفوه عشان انتوا عيال. طول عمرنا بني ادمين بنحس ببعض. ما احناش كلاب ولا حمير. وروني وقفه كلاب. سامع هوس يا كل العالم يا كل الناس. انا يعني هن يعني هدفع يعني هدفع يعني من ديون يعني الوكيل يعني. وسمعني سلام للوكيل وللشيك بتاع حالي. تتلالا لا تتلالا لا 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 لا. فضحتي امي. وانت عشان سالفين القرشين لازم تديهم لي بفرح. اه طبعا لازم الناس تعرف. لا تعرف ترميهم في حجر العروسه. ايوه بس عارفه يا بنت هن وربنا في النهايه واقف الجدعانه مني. لو احنا يا اولاد العم واقفين جنب بعض وقفات الجدعانه دي ما حدش في العالم كله يقدر علينا. سيبيه سيبيه مش عايز اسمع. سيبيه بكره ربنا يهديه. يلا يلا يلا, يلا انتوا كمان خدوا فرصتكم. مع السلامه بقى. انتوا عنواننا لو سمحتوا. جاتكم نيله. فاضي يا اسطى؟ تحت الرابع. ماشي وكيل ماشي وكيل.